الله الرحمن الرحيم. شادي لك باقي الوعود كما هي، باقي الوعود كما هي. يعني شادي لك توصلنا بواحد الشهر حتى خرجوا لنا كتفهم النزيف، فهمتيني النزيف خرجوا لنا. واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله وصافي. وكنحمل المسؤوليه كامله، فهمتيني على هذا العذاب الاليم اللي كنمروا منه، كنحمل المسؤوليه كامله. هذه مؤخرا جات الجمعيه درت واحد جلسه مغلقه، جاني خبر عند الاصدقاء قال لك على اساس بان الجمعيه ما تسكلوش عليها، الحرف الواحد ما تسكلوش عليها. يعني على من غنتسكلو حنا؟ من الجمعيه بان هي دايره واحد الامور ديالها، عامله البصمات ديالها في هذه المؤسسه قانونيه، كيفاش انت كتلغي نفسك بانك انت ما تكونش في هذه المؤسسه؟ شكون المسؤول؟ اش كديروا في هذه المؤسسه؟ استغلال، استغلال ديال المستخدمين. السلام عليكم، ما كايناش بتاتا. العجرفه والانانيه والكبرياء، واش غادي نقول لك؟ انا كنناشد، انا عامل اقليم العراقي كنناشد بان يشوف هذه الحاله الماساويه اللي كنعيشوها حاليا ويدير المحاسبه مع هذه الناس كاملين. واش غادي نقول لك؟ اشكو باتي وحزني الى الله، فهمتيني، وحسبنا الله ونعم الوكيل، كما تدين تدان. وكنناشد الملك البلاد، كنناشدو خصو يكون واحد الوقفه معنا مع هاد المسؤولين هادو، لان كاين الاكاذيب، كاين واحد الفساد، الفساد المبين اللي كنعيشو. انا فاطمه النجم، عاش الملك، عاش الملك. حنا هاد الناس خصنا يبينو لنا حقنا، حنا عندنا لتامه وهجاجل وما عندناش. عيد الصغير جوزناه في القاهره، العيد في رمضان جوزناه في القاهره. الله يرحم الوالدين المسؤولين والعامل ديالنا، خصو يشوف فينا هو الاولاني في البلاد. عاد الملك عاد كلشي خسر خير، الله خلف عايش محمد السادس. حنا تحت في اداره محمد السادس، ما حناش جينا مطع بطاطا، حنا دخلنا بالقوانين ديالنا وكلشي ديالنا، خسر خيرهم فينا وصرارنا الحق. دابا خصهم يعطيونا حقنا، حقنا خصهم يبينوا لنا. الله يرحم الوالدين، العامل هو اللي خصو يجي يشوف فينا، الباشا هو اللي خصو يشوف فينا، الرئيس ديالنا هو خصو يشوف فينا. ما عندناش من غير هادو، هادو والله تعالى وتبارك يحن علينا. وهاد الشمس الله يرحم الوالدين ديال هاد الناس اللي طالعين موادين، تا واحد ما بقينا فيه، تا واحد. هاد من طنجة نكويرة تا واحد ما بقينا فيه، راه حنا هجاجي، أربعة د الهجاجي لهنا، كاين المعوقين، كاين كل واحد شني عنده، احنا عكاريين. ما عندش عن فابريكا الضوء، قلنا انتوما نزل الحانوت، نزل كلشي، نزل. كاين اللي عنده ولاد، وكاين كل واحد والظروف ديالو. الله يحسن العون الجامع. حنا خدمنا وكلينا وشربنا بالحق، دابا عمرنا ما وقفنا بهادشي هذا. 20 عام عندي د الخدمة، اقسم بالله كنت عيب 13 100. واش غنقول لك؟ هو احسن خدمة اليوم 20 عام وانت معاهم 20 عام وانا هنايا، غنكمل هذا العام هذا اللي باقي لي. غنكون ما عمرو كان هذا المشكل هذا، عمرو ما كان هذا المشكل هذا، عمرو. غير بالحق دابا اقسم بالله قهرونا، قهرونا. العيد مقهورين، العيد صغير ما جوزناه عيد صغير. العيد الضحى، العيد الاضحى ما جوزناه، ما حنتي كنتو كنتسناوه. الله يرحم الوالدين يشوفوا فينا، الله يرحم الوالدين ديالو. وهذا خصو، شكون اللي خصو دابا يفتش البلاد؟ العامل. شكون اللي خصو يفتش البلاد؟ هذاك الباشا. ايوا حنايا جالسين حتى عيان برا في لاله منانه، لاله منانه كيحنوا فيهم الناس، كيعطي كل واحد شنو كيعطيهم، واخا يجيبوا المعدل الصدقه. حنا بحال كلاب، حشومه حشومه هادشي يكون. انا فاطمه النجا وكنقول عاش محمد السادس، عاش محمد السادس، خسر خيرو الله خلف حلو. وحنا في المؤسسه ديالو راه جوزنا هنايا ضحكين لاعبين، ما خصنا حتى شي خير. بالحق دابا وصلنا لواحد المستوى، ما لا اله الا الله محمد رسول الله. انا سعيده بوزاروج، المهنه ديالي منظفه 36 عام في هاد الخيريه، ودابا كبرت ماشي عاد بقى لي شي بلاصه خلا نمشي نخدم فيها. دابا انا تقصحت، انا خصني الحقوق ديالي، خصني نتخلص. لحقاش عندي الكرا، انا عندي الكرا، عندي الماء، عندي الضو، ما عنديش حتى اللي يعاونني.
ما عنديش اللي يعاوني، ما كايناش لا ما كانتش الماندا ديالي هنا ديال الخيريه، ما كايناش اللي يعاوني. دابا انا كنطالب بهاد الناس يشوفوا فينا، يشوفوا فينا ويعملوا على وجه الله تعالى وتبارك. حنا دوزنا رمضان في الكشايف، دوزنا العيد الصغير في الكشايف، دابا ماشي العيد الكبير. يلا ملي كيقولوا لنا ولادنا العيد وما جيش عن الناس تعايد وحنا نشوفوا فيهم وحنا خدامين، راه ما جاتش من عندنا، كاجات من عندنا نار. يلا ما جاتش من عندنا عاصي، ملي كنعملوا شهاده كنعملوا شهاده الطرف كيقطعونا. شحال الراتب ديالك ديال الشهري؟ 2000 درهم. 2000 درهم هذه 36 عام وانت خدامه في هذا؟ 36 عام قلت 200 درهم. راه بنت 18 عام وانا هنايا، ولكن دابا غنمشي نخدم شي جهه اخرى راه ما يمكنليش، شكون اللي غيدخلني وانا 56 عام في عمري، باقا لي 4 سنين التقاعد. يلا غنمشي نخدم مولين الديور غيدخلوني نخدم، بقى فيا شي صحه، الصحه ديالي راه تدمرت، ما بقيت كنشوف ما بقيت كنسمع، انا مشات لي هنا في الخيريه. دابا انا كنطالب، كنطالب هاد الناس يشوفوا فينا في هاد العواشر ديال عيد الاضحى. لحقاش العيد الاضحى حنا راه بولادنا، بولادنا ولادنا باقيين صغار، راه ولا ما دخلنا ولا نمشي نحاولي راه يمكن يعملوا شي حاجه. دابا خصهم يشوفوا فينا، باش ما كان خصهم يشوفوا فينا، خصهم يديروا معنا حال. وعاش محمد السادس، عاش محمد السادس. السلام عليكم، انا زهرة الكونية، خدمة في الخيرية الاجتماعية لدار الاطفال. حنايا دابا تنطلبوا الخلاص ديالنا، هذه دابا 3 شهور ونص ما تخلصناش، ودوزنا رمضان بلا فلوس، ناس تبرع مع راسها وحنا في الكشايف، ودوزنا العيد الصغير كذلك ومثال. دابا حنا في العيد الاضحى للابو باقي له 2 اسابيع، دابا حنا تنطلبوا خصنا الخلاص ديالنا باش نشريو عيد الاضحى. انا واحد المراه ارمله من 2005 وانا خدامه هنا، وكانت تجيب الظروف، كنا نطحوا في شي وضعيه ماشي هي هذيك بالنسبه للعمال، كانت المراه النظافه تتمرض، كانت المراه الطيابه اللي معايا كانت تتمرض ما تتلامها، كنت نشبر انا من 6 الصباح حتى ل 10 د الليل، ندير النظافه، نطيب، نفطر، نغدي، نعشي، عاد نمشي في حالي. نقولوا باش الدراري الخيريه ما يوقفوش، الجمعيه ما طيحش في شي موقف، نبقاو مزيانين، نصبر في حقي ولحمي تقطع وصباره. ولكن دابا حنا ملي طحنا في هذه الورطه الجمعيه ما بقاتش تجي عندنا، ما بقاتش تسول فينا، لا كاينين لا شاربين لا في العيد، لا ما كايناش العيد، لا عندكم ولادكم، لا عندكم الموطه، ولا عندكم الكره، لا حتى شي حاجه ما تتفكر فينا. كيجي عندنا رئيس الجمعيه كيمشي طالب شهر، كيجي كيسكتنا به، كيولي يمشي عاوتاني يطلب شهر واحد اخر كيجيبوا لنا، وما كافيش حتى نعطيوه في الديون تنبقاو واقفين. حنا دابا تنطلبوا الخلاص ديالنا، الله يرحم الوالدين ديالنا، ما يقروناش في هذه العواشر كما قرونا في اللي هذه فات. وعاش الملك، عاش محمد السادس. الرئيس الجمعيه خلاوها الجمعيه بوحديته، الجمعيه بلا جمعيه، وكل شيء بخباره، العمل بخباره، الباشا بخباره، مجلس البلدي بخباره، حتى شي واحد موقف مع الرئيس باش يعاونوا ولا يحلوا هذا المشكل ديال الناس الدراويش كاملين. راه كاين الارمله، كاين الناس اللي كاريات، انا عندي كريدي، عندي الموضه وعندي وليداتي، يا راه ضروري خصني فلوسي، تنطالب حقي، ما تنطالبش شي حاجه اكثر من الحق ديالي. والسلام عليكم. شكرا. انا رحمه المدني في 2005، ودابا سيدي كنطلبوا على الحق ديالنا كنطلبوا الفلوس ديالنا. حنا راه بعد دابا 3 شهور ونص ما تخلصنا، ودابا حنا كنطلبوا الحق ديالنا، العيد، العواشر، تعرف وليداتنا صغار ولا ما دخلنا نمشي لحاولي، انت كتعرف هي صار كيبقاو يكيو الشهر شرا وحنا باقي ما شرينا. ودابا حنا كنطلبوا غير الخلاص ديالنا، حنا راه علينا شهرين حنا كاسين في الزنقه، حتى شي واحد ما كيديها فينا، اللي طالع كيشوف فينا واللي هو كيشوف فينا، والباشا بيدو جا ما داش حتى فينا، بيدو داز علينا من هنا الجمعه كان غادي نصلي ما داش حتى فينا، طالعين هو ديال هنا حتى شي واحد ما كيديها فينا. الجمعيه دارت اجتماع هنايا السيمانه اللي فاتت، حنا جالسين هنا ما قالوا لنا حتى شكون نتوما، بحال اللي حسبونا حنا حشام، بحال شي دار، بحال شي غلام، بحال حتى واحد ما دادين. ودابا حنا كنطالبوا على الحق ديالنا، الخلاص ديالنا، والعواشر هذه، والعيد هذا، ونفرحوا وليداتنا، هذا الشيء اللي كنطالبوا من هاد الناس. وعاش الملك، عاش محمد السادس. ضربش الليل، انا كنطلب على حقي، انا 18 عام وانا خدامه هيايا، ما
كيحسبوا لي ما حلم بحلم ملي كنجي ل 6 الصباح كيتبع 10 الليل عاد نخرج بحالي بوحدتي في الكوزينه ما تعاوني حتى شي واحد شي واحد واخا تي مرات كلشي تيجي لعندي شنو درتي واش بحال ترجي تتنفوا عليا وكلها خدامه لما درت شي مره وحده وخرجت نبقى انا نخدم ديال الخدمه ديالي وخدمه سعيده هو تيشوز فيا ودابا مي تنطلب الحقوق ديالي حتى واحد ما تيديها فينا ولا تطلبها الحقوق ديالي صافي عطوا لي عرزقي انا ما يزيدوش ينفق الرزق ديالي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. حنا كنطلبوا هاد الناس هذا الحقوق ديالنا خلاصين، ما نطلبوش شي حاجه. نخلصوا لك المسائل ديالنا اللي كنسالوا ببركه العيد ماجي على الابواب. هو باقي جوج سيمانات والوعود كاذبه هنا 10 ايام هنا 15 ايام ما شفنا حتى شي حاجه. دابا العيد هو قرب. شي حاجه ما كاينش حنا كنشوفوا. شكون اللي مسير المؤسسة شخصيا؟ هما المستخدمين حاليا حاليا اللي كتحس بهم دابا دايرين هذه الوقفة وقفة احتجاجية دابا حاليا حاليا هما اللي مسيرين المؤسسة يكذب عليك الكذاب ما كاين لا مدير لا مديرة لا رئيس لا جمعية ولم يحسنوا غير العجرفة الأكاذيب الغش الفساد سير لا حول ولا قوة إلا بالله أنا اللي كنثق فيه هو حاليا دابا هو عامل اقليم العرائش صور ديكلاراسيون اولى بان التصريح حتى الضمان الاجتماعي واحد التصريح ديالو عنده 26 يوم حنايا ابدا عندنا 18 يوم كيف يعقل صور بان السيده خدامه في وسط الكوزينه في وسط المطبخ كيدوز عليها العذاب الاليم انا جاني كيف يعقل كيف يعقل ارحم ارحم كان هو طنجره راه ما نعرف شحال فيها ديال الدجاج واللوبيا كنطيب 16 دجاجه كنسوي بوحدي طنجره الحريره قد الوقفه ديالي بوحدي كنهزو حتى شي واحد ما كيقلب فيك ملي كتكون تمره حتى واحد ما كيقلب فيك تدخل ب 16 ونص 16 ونص قلت فيها شوف شحال من عام 2005 حتى لحقت هاد 4000 ريال هاد 4000 ريال ما عنديش شغل وراه عندي عاد 3600 نمشيو لشي بنك كنتسلفو ما كيسلفني حتى شي واحد ما عاد ماشي شي مقدر اللي عند التليفون وحنا دابا ملي طحنا طاحوا بهاد الشيء ويعقلوا علينا حتى حنا عاش الملك 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 العرايش هي اللي خاليه عاش عاش الملك عاش الملك عاش محمد السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاش محمد السادس عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي